تتكلم مع او تعمل انترفيو او تجري لقاء مع نجمنا المصري محمد صلاح. طب براجن هيد لوند رجعت لنا مره ثانيه، مره ثانيه برحب بيك على شاشه الاهلي، وخليني ادخل في الموضوع بدايه. ايه قصه ايه حكايتك مع ليفربول، وليه فكرت انك انت تالفي كتاب عن النادي؟ حسنا، في البداية أنا أشكركم على استضافتي. أنا أحب مصر، مصر فمصر بلد جميلة. في البداية أنا كتبت هذا الكتاب منذ 12 عاما عن ليفربول. أنا مشجعة ليفربول منذ زمن بعيد. أنا تكلمت مع مسؤولين وتكلمت مع جمهور وتكلمت مع المشجعين من بلدتي. فليفربول بالنسبة لنا أكبر من كونه نادي طبيعي. ليفربول هو مكان وبيت ننتمي له، هو يحوي كل ذكرياتنا. فبالتالي قمت بتأليف هذا الكتاب بالتشارك مع لاعبين من ليفربول ومسؤولين من ليفربول. فهذا هو البورتري أو الغلاف الأخير للكتاب يتضمن محمد صلاح، وهذا كان أمر رائع بالنسبة لي. يعني خلينا نتكلم، لو اتكلمت سريعا جدا طبعا عشان وقتنا، على مضمون الكتاب نفسه، ايه اكتر حاجه، قصص، بطولات، حكايات، شخصيات ظهرت في كتابك عن ليفربول؟ حسنا، ليفربول هو نادي خاص جدا، نادي مميز جدا في انجلترا وفي العالم. هو اكثر نادي فوزا بالبطولات في انجلترا وفي العالم، من اكبر الانديه. فبالتالي ليفربول تاريخ ليفربول تاريخ مميز جدا وتاريخ جذاب جدا بالنسبه لكل مشجعين الكره في العالم. ليفربول لديه عقليه الفوز دائما، ودائما ما ينافس على البطولات. بداية خليكي أرجع، طبعا إحنا النادي زادت شعبيته وجماهيريته في الوطن العربي بشكل عام وفي مصر بشكل خاص بعد انضمام محمد صلاح. لو رجعت معاكي للفترة اللي انتقل فيها محمد صلاح في بداياته ليفربول، إزاي استقبلته الجماهير؟ ولو وصلنا للنهاردة، المكان اللي وصل ليها محمد صلاح، إحنا يمكن تابعناه من أيام بينافس على جائزة البالون دور، إزاي بقى اسم محمد صلاح داخل ليفربول؟ حسنا، لما أتى محمد صلاح لمدينة ليفربول كان هذا الأمر ليس مستصاغا عندنا، ولكن عندما أتى به يورجن كلوب وانضم محمد صلاح لعائلة وأسرة ليفربول كان الأمر رائعا بالنسبة لنا. فبالطريقة التي يلعب بها ليفربول كانت تناسب محمد صلاح جدا. محمد صلاح أحرز، ظل يحرز العديد من الأهداف. محمد صلاح أدى أداء مذهلا كان لا يصدق في بداية الأمر. لديه الذكاء ولديه السرعة ولديه كرة ممتعة بين قدميه. فمحمد صلاح ليس مجرد لاعب. فأعتقد أن كثير من الأندية الإنجليزية لم تكن محظوظة بأن تنال بأن يكون لديها لاعب مثل محمد صلاح. محمد صلاح أدى أداء رائعا في الدوري الإنجليزي. الفريق يحرز العديد من الأهداف كما لم يحرز من قبل منذ أكثر من 60 عاما في البريمير ليج، خصوصا بعد قدوم محمد صلاح. تطور هذا الأمر، محمد صلاح لديه قدرة هائلة على إحراز الأهداف. فهذا اللاعب بالتحديد وهذا الأداء بالتحديد جعل محمد صلاح لاعبا مميزا، وأعطاه الثقة ليتقدم ويزداد في مستواه أكثر فأكثر. فبالتالي بالنسبة لمحمد صلاح الآن أصبح محمد صلاح والعديد من اللاعبين الآخرين يحرزون الأهداف لليفربول. فهذا الأمر كان رائعا ومدهشا لجماهير ليفربول. زاد محمد صلاح خبرة، وأكثر من ذلك جعل محمد صلاح لاعبا ليس من هذا العالم، لاعب رائع. فبالتالي عندما أتى كنت متأكدة أنه سيكون مفاجأة الموسم. توقعت انه يؤدي اداء رائعا كما فعل. فهو أدى عدد كبير من نجوم ليفربول، منهم ستيفن جيرارد، منهم ترينت الكسندر ارنولد، وغيرهم من النجوم. يعني لما بتكلميهم عن محمد صلاح، ايه الانطباعات اللي سابها صلاح عندهم؟ ايه تقييمهم لمشواره مع ليفربول ورؤيتهم كمان لمستقبل صلاح مع النادي؟ Oh,
حسنا انا عملت مع معظم اللاعبين السابقين لليفربول، فانا ادير الان فندق وهو يعتبر متحف تاريخي لليفربول، فبالتالي هؤلاء اللاعبين يعتقدون ان محمد صلاح لاعب رائع. انا لم احظى بفرصه اجراء حوار مع محمد صلاح، ولكن كلهم يعتقدون ان محمد صلاح كان سببا في جعل ليفربول في منصات المنافسات في جميع البطولات. يفعل ما لا يفعله محمد صلاح لم يحدث في ليفربول منذ طويلة. فبالتالي محمد صلاح أضفى سعادة على مدينة ليفربول وعلى نادي ليفربول وعلى بقية اللاعبين وعلى المشجعين كذلك. دائما يسعى لإحراز المزيد من الأهداف، دائما يسعى لإحراز المزيد من الألقاب والجوائز على مستوى البريمير ليج. حينما تنظر إلى محمد صلاح تجده يريد أن يصنع الفارق دائما، هو دائما يؤدي أفضل ما لديه، وهذا بناء على عقليته، فلديه عقلية الفوز دائما. وكذلك رفقائه في النادي لديهم نهم وجوع للبطولات ولإحراز المزيد من الأهداف، وهذا أمر ملهم جدا لمشجعي ليفربول وللاعبين كذلك. احنا طبعا مهتمين جدا بمتابعة أخبار تجديد تعاقد صلاح مع ليفر. في أوقات كتيرة جدا بنسمع عن أخبار أنه الطرفين يعني اقتربوا من الاتفاق على بنود أو تفاصيل تجديد التعاقد، وفي أوقات تانية بنسمع عن اهتمام أندية كبيرة جدا على مستوى أوروبا، منها باريس سان جيرمان، منها برشلونة، منها ريال مدريد، بالتعاقد مع محمد صلاح واستغلال فكرة عدم التوصل لاتفاق مع ليفربول حتى اللحظة. أي السيناريوهين أقرب من وجهة نظرك؟ بقاء صلاح مع ليفربول ولا صلاح خارج جدران الأنفيلد؟ طيب أعيد السؤال تاني. طيب احنا يبدو ان احنا فقدنا الاتصال بيها، لكن الحقيقة تبقى يمكن واحدة زي ما قلت لحضراتكم.